أهلا بكم في برنامج ابتكارات. أنا موروكا واستعدوا للإثارة. فيما يلي: توفير المياه بما كان يعرف بكرة الويفل، ضبط الموجة على أصوات الصمت، ضغط زر إعادة التنشيط على ملفاتنا الشخصية الماضية، والتعامل بحذر مع المزاد التاريخي. كل هذا في برنامج ابتكارات. هل سبق أن ذهبتم يوماً إلى الكرنفال وحاولتم أن تصوبوا كرة تنس في حوض أسماك ذهبية للفوز بالسمكة؟ لطالما شعرت والدتي بالحماس حين كنت أعود إلى المنزل وكيس البلاستيكي يمتلئ بالحيوانات الأليفة. حسن، اليوم تطورت كرات التنس تلك، لقد كبرت، غير أنكم لا تفوزون بالأسماك بل تفوزون بالماء. إليكم آدمي ماغوتشي ليشرح لكم. تقدر علوم الأرض أنه بحلول عام 2025 سيواجه العالم أزمة نظراً لعجز في أثمن مواردنا البيئية ألا وهو الماء. ولا يكمن التحدي في الحصول على ماء نظيف صالح للشرب وحسب، لا بل والحفاظ عليه من أجل المستقبل. يقدر علماء الماء أنه مقابل كل فدان غير مغطى بالماء نخسر مليوني جالون بفعل التبخر. لحسن الحظ عكفت امرأة على العمل لثمان سنوات لإيجاد الحل، وتحول ذلك إلى ستة وتسعين مليون كرة سوداء تغطي سداً احتياطياً شمال لوس أنجلس. اتجهت إلى بحيرة إلسينور المنكوبة بالجفاف جنوبي كاليفورنيا لألتقي سيدني تشيس، إحدى مبتكرات كرة الظل لتوفير الماء. كرة الظل هي عبارة عن كرة بحجم 4 بوصات تستخدم إلى جانب ملايين الكرات الأخرى العائمة على سطح الماء لتجنب التبخر وللمساعدة في التخفيف من الطحالب. ظهرت فكرة كرة الظل منذ 20 عاماً تقريباً، لكنها لم تجرب في تطبيقات ذات نطاق واسع مثل السدود إلا قبل 3 سنوات. تشرح سيدني بعض ابتكاراتها الأساسية في الكرة. والآن مما تصنع هذه بالضبط؟ من مادة البولي إيثيلين عالية الكثافة والكربون الأسود. وما هو الذي أشعر به في الداخل؟ أنت تشعر بالمياه الصالحة للشرب. ولما يوجد ماء هنا في الداخل؟ بالفعل نعم، إن فكرت قليلاً في السفينة وكيف يستخدمون الصبورة على سطح الماء للحصول على توازن مثالي، هذه بالضبط هي النظرية وراء هذه الكرات. الصبورة عبارة عن مادة مرجحة كالماء، وهي تستخدم في مركبات كالقارب الشراعي لمواجهة قوة الرياح على الشراع. وفي المقام الثاني، لو حدث أي شيء للكرة لأي سبب كان، ما سيتسرب منها سيكون ماءً صالحاً للشرب. أهناك أي خطر من تسرب أي مواد كيميائية أو من البلاستيك المكسور من شأنه أن يؤثر بجودة وسلامة الماء؟ لا، ولهذا اخترنا البلاستيك الذي نصنعه. البولي إيثيلين عالي الكثافة مجرب والعمود الفقري لكثير من الصناعات لعدة عقود. إنه بلاستيك قوي جداً وعالي التحمل، والكربون الأسود هو مرشح طبيعي يقوم بامتصاص الحرارة ويشتتها بسرعة كبيرة. هذه الكرات لا تبلى في الماء باستثناء التمدد والتقلص، وحركة التمدد والتقلص هذه تؤثر مباشرة على قفل الكرة. وكان هذا ابتكار سيدني الأساسي، ألا وهو تصميم قفل لا يتصدع ولا ينكسر بمرور الزمن، وهو ما أدى بدوره لتصنيع 96 مليون كرة ظل لتغطية 200 فدان من سطح الماء في مشروع سد لوس أنجلس بهدف توفير 310 ملايين جالون من الماء. لا يسع سيدني أن تصنع ما يكفي من كرات الظل لتغطية جميع سدود العالم، لكن لديها فكرة كبرى لهذا أيضاً. نحن نتواصل مع مختلف المصنعين حول العالم، وخصوصاً مصنعي القنان الزجاجية، لتحويل موادهم إلى البولي إيثيلين عالي الكثافة، ولتلوين القنان باللون الأسود لإعادة تدوير تلك القنان لتطفو. فبدلاً من أن يتم رميها في القمامة، تستخدم لتوفير ملايين، لا بل مليارات الجالونات من الماء. يبدو الهدف من فكرة سيدني شاقاً، لكنه قد يكون عملياً للحفاظ على موارد العالم من الماء باستخدام الكرة مرة والقنينة مرة أخرى. بعد قليل مرشحات لأذانكم لصد ما تسمعونه. هل قام مبتكرون باختراعها أم بإزالتها؟ ونحن لا نتعب أبداً مما يحصلونه، ولكن قبل هذا حان الوقت لفقرة اختبر معلوماتك مع مو. يجوز القول إن أكثر ألعاب الأحجية تعقيداً وإحباطاً على الإطلاق هو مكعب الروبيك. إذن كم من الوقت استغرق مخترعه ليحله أول مرة؟ ألف 3 أيام، باء أكثر من شهر، أم جيم حوالي السنتين؟ فلتقلب هذه الإجابات وسنرى إن ستترتب تلك الخطوط بعد قليل. أهلا بكم. قبل لحظات طرحنا السؤال:
كم من الوقت استغرق مخترع مكعب الروبيك ليحله أول مرة؟ إن اخترتم الإجابة الثانية أكثر من شهر، إذن فأنتم محقون بصراحة. عام 1974، أستاذ الهندسة المعمارية إيرنو روبيك من بودابست هنغاريا ابتكر المكعب. قام روبيك بوضع بعض الخصوصات اللاصقة الملونة على كل جانب، فأصبح مكعبه لعبة أحجية. وبمجرد أن اختلطت الألوان، استغرق روبيك أكثر من شهر في إعادة ترتيب صفوف الألوان مرة أخرى. بيع أكثر من 350 مليون مكعب روبيك حول العالم من وقتها. تعتبر هذه اللعبة المثيرة للعقل أفضل الألعاب مبيعاً في العالم. وهذه كانت فقرة أخرى من اختبر معلوماتك مع مو. حسن، اسمعوا، فلتتخيلوا للحظة أن بإمكانكم وبشكل سحري أن تزيلوا كل الأشياء المزعجة في حياتكم وأن يكون ذلك قانونياً بالكامل. والآن لن تكونوا قادرين حقيقة على إزالة الناس أو الأشياء المزعجة. سيكون هذا مريعاً بالنسبة لأرباب العمل والسياسيين في العالم، لكنكم قد تتمكنون قريباً من وضع الضوضاء المزعجة التي يتسببون بها على الوضع الصامت. إليكم ألي وورد للتوضيح. إن حواسنا مدخل للعالم من حولنا. المناظر، الأصوات، والمذاقات جميعها تلون خبراتنا الحياتية. وبالرغم من قدرتنا على ضبط واقعنا الحسي من بعض النواحي، إلا أنه لم يسبق لأحد أن أتقن طريقة لتحويل المسارات الصوتية لحياتنا اليومية لغاية الآن. فريتز لانمان ونوا كرافت هما الشريكان المؤسسان لمختبرات دوبلر. قاما بابتكار سماعة أذن تقوم مبدئياً بمنحكم أذناً رقمية وتدعى هير. تتيح لكم سماعات الأذن الصغيرة هذه تعديل ماهية وكيفية ما تسمعونه في العالم من حولكم. حين سمعت بما قام به نوا وفريتز، أردت أن أسمع المزيد، لذا اتجهت إلى سان فرانسيسكو. يمكنني أن أصفها بأنها أشبه بكمبيوتر للأذن. إيربيوتر، نعمل على المصطلحات التسويقية. نعم، نحن نعمل على المصطلحات التسويقية. إنه كمبيوتر داخل الأذن، وتطبيقه الأول هو توجيه السمع الإلكتروني تحديداً نحو الموسيقى الحية. نهتم بتفضيلات الكثير من حواسنا الأخرى. نحن نرتدي نظاراتنا حين يكون الطقس مشمساً قليلاً، أو نطلب الوجبة التي نريد لإرضاء براعم التذوق. تأتي السماعات في ثلاثة أحجام وتخزن في حافظة شحن صغيرة، وترتبط عبر تطبيق بهواتفكم الذكية التي تعمل كريموت كنترول للتحكم بالصوت، متيحة لكم ضبط القرار والجواب والصدى، وتمنحكم كذلك سيطرة ديناميكية على الكيفية التي تسمعون بها العالم. وحققت خطوة سابقة، حيث تتيح لكم هير استهداف أصوات معينة قد تودون خفضها أو صمتها كصوت صفارة الإنذار. إنه جهاز معالج فوري للأصوات، يدخل صوت السماعة وفي غضون 30 مايكرو ثانية، أي ما يعادل 0 كمون أو على الأقل 0 كمون سمعي، تعالج الصوت وتدمجه ثم تعيد تشغيله داخل أذنك. بعبارة أخرى، فأنت تسمع العالم كما يحدث من حولك دون تأخير في تلقي أصواته. تقوم مختبرات دوبلر بوضع هير تحت اختبارات مكثفة على يد الموسيقيين من أصحاب الأذان الدقيقة، مما يضفي على سماعات الأذن عامل تحكم رائعاً. حان الوقت لتجربة سريعة في استوديو مختبرات دوبلر. كيف تبدو رائعة؟ تبدو مذهلة. بيت القصيد هو أنه من المفترض أن يكون واضحاً ولكن منفصلاً في الوقت ذاته. إذن يمكنني أن أخفض صوت القرار أو الأصوات ذات التردد المتوسط أو الجواب. أنت داخل دماغي. نعم. قررنا إضافة الموسيقى إلى المعادلة. سنخفض الأصوات ذات التردد المتوسط والجواب، وستسمعين نسخة منخفضة القرار. نعم، أصبحت أشبه غريبة للغاية. هذا هو المقصود. هذا غريب، لأن تجربة الصوت هذه تمنحك ذلك الحماس الذي يراودك حين تكون في الحفلة نفسها. إنها عميقة، عميقة. نعم، هذا بالضبط. تشعر وكأنك هذا بالضبط ما نسعى إليه. أرى الآن كيف يمكن لهذا أن يسبب الإدمان، لأنني سأعود لكل أغنية المفضلة لأعرف كيف سيبدو تسجيلها بقرار منخفض. 100%، كما كنت أقول أنه لو استخدمت هذا بما يكفي فسيسبب زر المدينة هذا إدماناً كبيراً، لأنه في المرة القادمة التي ستسمعين فيها صفارة إنذار ولا تكون السماعة معك، ستتساءلين ما الذي يجري. إنها تخلق معطيات أساسية جديدة. صحيح، قد تفسد مثلي. تفسدين للغاية. سماع صفارات الإنذار؟ أنا لا أفعل ذلك. لا أسمع صفارات. بعد قليل، إبقاء الأعين مفتوحة على ابتكارات الأمة وجمع التاريخ بأكبر عرض. لكن قبل ذلك، حان الوقت ثانية لفقرة اختبر معلوماتك مع مو. أصبحت عملية الطباعة ثلاثية الأبعاد عملية كبرى في السنوات القليلة الماضية، حيث أنتجت كل شيء من الحليل البلاستيكية البسيطة إلى الملابس. ولكن في أي سنة اخترعت الطباعة ثلاثية الأبعاد لأول مرة؟ أكانت عام 1983 أم باء 1998 أم جيم عام 2007؟ والآن قلبوا هذه الإجابات وسوف نطبع لكم الإجابة الصحيحة بعد قليل.
أهلا بكم، آمل أن تكون إجابتكم قد تشكلت. قبل قليل طرحنا السؤال: في أي سنة اخترعت الطباعة ثلاثية الأبعاد لأول مرة؟ إن اخترتم الإجابة الأولى 1983 فأنتم محقون. كانت تلك هي السنة التي جاء فيها المخترع تشارلز هال بفكرة عملية طباعة تستخدم طبقات من المادة لخلق منتجات بثلاثة أبعاد. سمى هال اختراعه في البداية ستيريوليثوغرافي، الترسيم. لقد ركزنا في برنامجنا على عدة جوانب من الطباعة ثلاثية الأبعاد بما فيها الملابس والطعام وحتى فطيرة البانكيك. هذه فقرة اختبر معلوماتك مع مو. الآن إن اعتقدتم بأننا سوف نخبركم المبتكرين ومن ثم نرحل فأنتم مخطئون للغاية. إنهم يصبحون جزءا من عائلة برنامج ابتكارات، وتماما كالعائلة علينا أن نجتمع معا في العطل. غير أنني لا أستطيع هذه السنة لأن لدي ذلك الشيء الذي تعرفون، لدي ما أقوم به. ولكن تماما كرسالة عيد الميلاد التي حدث فيها العم بيرني عن أخباره، إليكم نظرة سريعة على ما يجري مع أصدقائنا الذين يغيرون العالم. شعري في حالة فوضى دائمة. ها نحن ذا. أوبس. قد تذكرون أن آلي وورد عرفتنا بتي جي إيفرتس وإخوانه الذين جاءوا بفكرة العجلة الذكية. أهلا بكم في الورشة. كان ابتكاره لتنبيه المراهقين المشتتين من السائقين لترك هواتفهم وإبقاء أيديهم على المقود. لقد أثار ابتكارهم المتعلق بالسلامة إعجاب رئيس أوباما. ومنذ ذلك الوقت قام تي جي وفريقه من المهندسين المبتكرين بتحسين التصميم بحيث تستقر العجلة الذكية بسهولة أكبر على أي مقود. وبتقنية الاستشعار التي حصلوا على براءة اختراعها، ها هم يعملون على تقنية التعرف على الإشارة. يمكن للسائقين من خلالها أن يتحكموا بمركباتهم وهواتفهم بنقرة أو مسحة بسيطة دون أن يرفعوا أيديهم أبداً عن المقود. إلى اللقاء يا رفاق، أراكم في الجانب الآخر. بقي آدم ياماغوتشي مشدوهاً بمدفع السلمون الذي هو عبارة عن جهاز هواء مضغوط يقوم بدفع أسماك السلمون النهرية عبر أنبوب لمساعدتها في تجاوز العقبات كالسدود التي تعيق طريقها أثناء توجهها إلى أعلى النار للتزاوج. تود دليغان وفريقه في ابتكارات ووش قاموا بإضافة شلال جذب مرتفع أمام فتحة الأنبوب يغري أسماك السلمون القفز إلى المدفع بنفسها دون مساعدة بشرية حتى. ومن ثم سيجرون اختبارات مدفع سلمون ضخم يفوق ارتفاعه 200 قدم ويفوق طوله 1000 قدم. أسماك السلمون النشيطة الصغيرة على وشك أن تفقس. ومن ثم هناك كريس بويلز متزلج شرس سائم من الاعتماد على الآخرين في تسجيل مقاطع فيديو له، لذا قام بابتكار نظام كاميرا سولا شوت ذاتية التصوير التي تقوم أوتوماتيكياً بتقريب الصورة وإبعادها وإمالتها وتعقبها وإبقاء صورتكم داخل الإطار في كل الأوقات. الجيل الجديد من سولا شوت يتمتع بتطبيق مدعم يتيح لكم التحكم بأكثر من كاميرا من أي مكان على الشاطئ إلى أي مكان في العالم. وسيتيح لكم قريباً إمكانية البث المباشر للعائلة والأصدقاء في أي مكان بينما تتزلجون على الماء. وهل تذكرون سيارة إليو المركبة ثلاثية العجلات التي تقطع لغاية 84 ميلاً بجالون الوقود الواحد؟ حسناً، رحبوا بإليو 5.0. الجديد في هذه النسخة إضافة إلى الطلاء الأحمر البراق هي إضافة أصيلة وتم تصنيعها من الصفر. التحسين الأكبر الذي أضفناه منذ آخر مرة التقينا فيها هو أن هذا النموذج فيه أول محرك ماركة إليو، وهي المرة الأولى منذ عام 1951 تقوم فيه شركة مركبات أمريكية جديدة بعرض نموذج فيه محرك من صنعها. أول 100 سيارة ماركة إليو سيتم تصنيعها لغاية البيع في شهر كانون الأول ديسمبر القادم بنماذج تخرج مباشرة من خط الإنتاج لبقيتنا بحلول الصيف القادم. لجميع هؤلاء الذين يفكرون خارج الصندوق ويبتكرون، استمروا بالعمل الرائع الذي يلهمنا جميعاً. بعد قليل أخذ المبادرة للفوز بالمزاد، هذا بالإضافة إلى فقرة كلمات ومعانيها. أصبحتم تعرفون الآن بلا شك أن متحف هنري فورد هنا في دير بورن في ميشيغان هو بالفعل منزلنا بعيدا عن ديارنا. حين تسيرون في أروقة هذا المتحف الضخم عليكم أن تتساءلوا من أين جاءت كل هذه المعروضات والابتكارات وكيف وصلت إلى هنا. ما الذي يتطلبه الأمر بالضبط لتولي مهمة استجلاب مقتنيات المتحف؟ يحصل المشرفون على المواد التي يريدونها ضمن مجموعات متحفهم بواسطة الوعي والفعل والشغف والمثابرة. مارك لوثر هو رئيس أمناء متحف هنري فورد، ولقد تجولنا أنا وهو في هذه القاعات المقدسة للحديث عن الكيفية التي يتم بها خلق مثل هذه المجموعة التي تضم 26 مليون قطعة فنية.
هل ثمت قطعة في المتحف شعرت حين طرحت في السوق أنك تطير من على مقعدك؟ أعتقد أن الحافلة التي أقلت روزا باركس كانت أحد تلك الأشياء. الحافلة التي أقلت روزا باركس في ألاباما عام 1955، امرأة أفرو أمريكية تدعى روزا باركس رفضت أن تتخلى عن مقعدها لرجل أبيض، وبتصرفها ذاك سطرت تحولا جذريا في حركة الحقوق المدنية. تم شراء الحافلة في المزاد العلني لقاء 427,000 دولار. لما كان مهما بالنسبة لك أن تقتني حافلة روزا باركس؟ إنه غرض نادر، مكان حدثت فيه لحظة مميزة، وتلك اللحظة كان لها معنى عظيم. كل ما يمكنه نوعا ما أن يقلل المسافة بين شخص موجود الآن في الحاضر وبين آخر بعيد في الماضي، هذا أمر مهم للغاية. واحد من عمليات الاقتناء الأخيرة وأكثرها مصدرا للفخر في هذا المتحف هو كمبيوتر أبل 1 هذا. إنه واحد من 5 حواسيب فقط التي بقيت بهذه الجودة. وكريستين غاليرنو المشرفة على قسم تقنية المعلومات والاتصالات كانت في المزاد العلني في نيويورك سيتي لتقاتل في تلك المعركة المهذبة لتظفر بقطعة من التاريخ. 25,000 25,000، هل من يقدم 30 30؟ هذا ما يحدث. مهلا، هجوم. نعم. لقد كان أشبه بهذا. تومئ برؤوسها وترفع إشاراتها. حسن، والآن حركة اليد، كم يبلغ حجمها؟ هل هي مثلاً بحجم مطار تارماك؟ لا، إنها رقيقة للغاية، إماءة بالرأس. تحول الأمر لما يشبه مباراة تنس مع شخص آخر، وحفظنا فقط على أرضنا. وبعدها أشار دلال المزاد إلينا وقال تهانينا، وكانت تلك اللحظة التي عرفنا فيها أننا حصلنا عليها. هذا الكمبيوتر من طراز أبل 1 الذي رق للعام 1976 تم شراؤه ذلك اليوم لقاء 905,000 دولار، والمشرفون الآن في مرحلة تحضيره للعرض بعيداً عن عملية اقتناء قطع المتحف الفنية في المزاد العلني. هناك كذلك المزيد من الطرق الشعبية للحصول على القطع. شخصياً بالنسبة لي، أكثر القطع التي تستوقفني حقاً هي مقعد لينكولن. هذا هو المقعد الذي كان يجلس عليه الرئيس الأمريكي إبراهام لينكولن حين تعرض للاغتيال عام 1865. ولقد وصل إلى متحف هنري فورد عام 1930. وصل هذا إلينا عن طريق تاجر يدعى إسرائيل ساك، كان تاجر أثاث حصل على ذلك المقعد، وقدر أن يكون متحف هنري فورد مهتماً به. على المشرفين هنا كذلك أن يأخذوا بعين الاعتبار كيف ستعمل مختلف القطع الفنية مع بعضها كوحدة واحدة. كيف يمكنك أن تصف مهمة المتحف؟ إنها متجذرة في إلهام الناس بالتقاليد الأمريكية في الإبداع والابتكار وسعة الحيلة. أنت تبحث عن شيء متماسك ككل، ولكن في الوقت ذاته فأنت تبحث عن شيء يمكن للناس أن يستعرضوه بسرعتهم وطريقتهم الخاصة. ولا شك أن كل زائر سوف يرى هذه القطعة بعدسته الخاصة الفريدة. في نهاية المطاف، كل قطعة فنية هنا متفردة بتفرد قصة كل من يأتي ليراها. بعد قليل، الكلمات الكبيرة تتطاير كما لو أنها تثلج. آلي وورد معكم في كلمات ومعانيها. أهلاً بكم. الآن، لو كان هناك من شيء تعلمته في الحياة، فهو أن المقاطع يمكن أن تجعل المحادثات ممتعة. أعني بالتأكيد، الكثير من الناس يفضلون الكلمات ذات المقطع الواحد، وهذه تدعى الكلمات أحادية المقطع. ولكن في برنامجنا نحاول ذكر أكبر قدر ممكن من المقاطع وتعريف تلك الكلمات في فقرة كلمات ومعانيها. في تقريري عن سماعات الأذن المرشحة، هذا ما قيل: يدخل الصوت السماعة في 30 مايكرو ثانية، أي ما يعادل 0 كمون سمعي. إذن كمون اسم، ويعني الوقت المستغرق ما بين لحظة الدخول إلى نظام ما ولحظة النتيجة المرغوبة. إذن في هذه الحالة ليس هناك كمون بين التقاط سماعة الأذن للصوت وتوصيلها الصوت المعدل للأذن. لو حدث الأمر بشكل أسرع ولو بقليل فسيدعى ذلك إسباق. كمون إسباق. أنا أرى فقط إن كنتم منتبهين. في تقرير آدم ياماغوتشي حول كرات الجفاف، هذا ما قيل: ابتكار سيدني أدى لتصنيع 96 مليون كرة ظل لتغطية 200 فدان من سطح الماء في مشروع سد لوس أنجلوس لتوفير 310 ملايين جالون من الماء. والآن يغطي فعل، ويعني يحيط بغلاف، يلف بغطاء. إذن إن أصبح العالم الخارجي مزعجاً بعض الشيء بالنسبة لذوقكم، يمكنكم دوماً أن تغطوا أنفسكم ضد أصوات سماعة الأذن تلك. وهذه هي فقرة كلمات ومعانيها لهذا اليوم. كانت معكم آلي وورد. شكراً لمتابعتكم لنا اليوم. يوماً ما يمكنكم أنتم أيضاً أن تظهروا في برنامج ابتكارات. فقط تذكروا أن تحلموا أحلاماً كبيرة وألا تستسلموا. كان معكم موروكا.